وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. متن نظم الآجرومية للعلامة الشيخ عبيد ربه محمد ابن أبه القلاوي الشنقيطي رحمه الله. قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثراه. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام وما يتألف منه. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوكا. وهكذا الجمع الصحيح فعلف ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا: الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصب هل تزم، منصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا من صرفا، وجمع تأنيث سليم البابنا. واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كلما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متاني. فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخريك لم يقم فتى. والزم بحذف ما اكتسعت لا آخره. والخمسة الأفعال. باب الأفعال. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتصعد. باب نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي. كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفا. باب جوازم المضارع.
وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. المرفوعات من الأسماء باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الجزء الذي قد أسندا إليه وارتفاعه لزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفردي فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور الظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. باب كان أخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر كان وأمسى ظل بات أصبحا أضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. باب إن وأخواتها. عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإن أن شبه بكأن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل. باب ظن وأخواتها أفعال القروب. انسب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. باب المعرفة والنكرة. واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو اللذات ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا إنعام وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأن فشدت نل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من تمد وقول خالد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف كذاك في التعريف فافق الأثر وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول.
يَقُولُ وَمَرَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ فَاحْفَظْ مِثَالًا حَسَنًا مُبِينًا. باب البدل. إذا اسم بدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن تريد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. باب منصوبات الأسماء المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. باب المصدر المفعول المطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جزلا. باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في إما زمانيا مكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا. وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا. وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحا. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف ووراء. وفوق تحت عند مع أزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه حتم. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا. وباع بكر الحصان مسرجا. وإنني لقيت عمرا رائدا فعل مثال وعرف المقاصدا. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاحي. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز. اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد ضاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا. وخالد أكرم من عمرو أبا وكونه نكرة قد وجبا. باب الاستثناء. إلا وغير واس ونسوا سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتانا الناس إلا بكرا. وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بنصب جئ مستثنيا. كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح. أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل. كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البر. إلا بأحمد شفيع البشر. وحكم ما استثنته غير واسوا سوى سواء أن يجر لا سوى. وانصب أو اجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا. في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكي ما تظفرا. باب لا النافية للجنس. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال لا في عمل شح ولا بخل إذا ما استقري. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. باب المنادى. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة. المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة. ثم تضد هذه فانتبه. ثم المضاف والمشبه به.
فالأولان بنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير والباقي ينصبنه لا غير. باب المفعول له وهو الذي جاء بيانا لسبب كنونة العمل فيه وانتصب. كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي. نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيدا والطريق هاربا. باب مخفوضات الأسماء الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم وبالتبعيات التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي كمستفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار. الخاتمة قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه. منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته يستيقاضي. جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بحب أحمد. صلى عليه بارئ العباد والآل والصحب وكل بادي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How can you do a 2-second action right now that will give you a share of the reward of everything we're doing on this YouTube channel? Simple. Like this video and click subscribe. Why? It will allow YouTube to recommend our videos to other users. And imagine the huge amount of reward that could be waiting for you on the Day of Judgment if you did that with a sincere intention of spreading the deen of Allah. You'll be rewarded for every single person who benefits from one of our videos as a result of your like or subscribe. That's an easy 2-second action that you definitely don't want to miss out on. Do it now, click like and subscribe, and don't forget to make that intention.